ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيد والزلل. وأن الله بداهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من ذلات ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدنيا والآخرة. أن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يلطف بنا وبالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بحسن في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها والحور وولدانها وقطوفها الدانية. الهنا والغنى والمنى والسعادة الكاملة والمحبة الشاملة والنور الشاطعة. كل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا هو أولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكن في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه.
واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله فأقوله وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه سيبة الحدي خمد دخس علو السيد السنية ابه ماسم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي يندم الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع سمية بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القاسية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن الوي بن غال
طالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريش تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرجال الحرمية وسمع في سنبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر ابن مضر بن نزار بن معبد بن عدنان وهذا سلك نظمت سلك نظمت فرائده بنان السنة السيئة ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه السارئ وأباه وعدنان بلا ريب إن تذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه فعظم به من إقد تألقت قواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسلم واسطه المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قد دلتها نجومها الجوزاء جن ذائقة سودة وفخار أغد فيه يتيمة الأسماء وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من شفاح الجاهلية أورد الزيد العراقي وارده في مولد الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم نسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سراد سرى نور النبوة في أسارير غرورهم البهية وبدا بدره في جمين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عظر اللهم قبره الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana,
Cintaku